يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معنا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي لحضراتكم. الصفقات 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 ده يمكن العنوان الاهم اللي يهم وبيشغل كل جماهير النادي الاهلي واللي بتتابع الحقيقه اي خبر اي خبر من اي منصه من اي قناه من اي صفحه موجوده على السوشيال ميديا بترشح اسم او بتقول لك الاهلي بيفوض اسم فلان الفلاني، كانت صفقه من جوه كانت صفقه من بره، بتشد جمهور نادي الاهلي وجماهير نادي الاهلي عايز تطمن. لكن الحقيقه انا حابب ابتدي الكلام مع حضراتكم في الجزئيه دي، الصفقات والاهلي محتاج ايه الحقيقه يعني. وده في الامر ده في النهايه طبعا وجهات نظر ممكن نختلف فيها ممكن نتفق عليها، لكن في النهايه الاداره من يدير شؤون الكره في النادي الاهلي هو صاحب القرار. لكن انا بتكلم مع الجمهور وانا واحد منكم في الاول والاخر، وانا عارف انه ومن يعني اي مكان بقابل فيه ناس غيرانه على الاهلي وعايز تعرف اخباره، ناس بتسالني على طول ايه اخبار المدير الفني، ايه اخبار صفقات الاهلي. وخلينا نتفق انه المدير الفني الاسماء التي تم خلينا نقول تصفيتها في النهايه كلها سيفيهات الحقيقه محترمه جدا، انت شخصيا لما تعرفهم او يعني تعرف الاسماء دي تحتار مين ممكن يكون المناسب، لكن كلهم عندهم سيفيهات محترمه جدا. واهم من السيفي التجربه، يعني دايما بقايم الكوره اللي قدمها المدرب ده بصرف النظر على امكانيات الفريق اللي كان بيلعب معاه. وارد جدا على فكره في اوقات كتيره جدا مدربين يعني انطونيو كونتي مثلا مع توتنهام حقق ايه؟ ولا حاجه. لكن صاحب بصمه، مدرب على اعلى مستوى، ما حدش يقدر ينكر ده. توماس توخيل مع تشيلسي، يورجن كلوب حقق ايه السنه اللي فاتت مع ليفربول؟ تقريبا ولا حاجه باستثناء الدرع الخيريه يعني اللي هي بالنسبه لجماهير ليفربول ولا حاجه. لكن لما تتكلم على بريمير ليج، لما تتكلم على تشامبيونز ليج بفريق بحجم وبامكانيات ليفربول، بفريق بخبرات وسي في يورجن كلوب، لا طبعا انجاز ما كانش عظيم. لكن حد يقدر يقلل من قيمه وقدر يورجن كلوب؟ لا. مورينيو مع روما مقارنه بفطاح ايطاليا، يعني طبعا روما مش فريق صغير، لكن في النهايه لما اجي اقارنه بالميلان، لما اجي اقارنه بالانتر، لما اجي اقارنه باليوفي، لا طبعا في فوارق كبيره جدا، فوارق في قيمه اللعيبه، فوارق في التاريخ والبطولات، فوارق في حاجات كتيره جدا، مستوى المشاركات، اللاعبين الدوليين. يمكن مورينيو نجح بشكل كبير وكان ليه بصمه تتويج روما بالكونفرنس ليج، لكن على مستوى الكره في ايطاليا لا، روما ما كانش ليه اي انجازات. والكونفرنس ليج ما هياش بطوله كبيره قوي، يعني معظم الفرق اللي بتشارك فيها من اوروبا ما هياش فرق المستوى الاول، اغلبها فرق اللي هي بنقول عليهم فرق المنطقه الدافئه يعني. لكن في النهايه بطوله وتحسب لمورينيو، ومحدش يقدر يقلل من امكانيات جوزيه مورينيو. ده فيما يتعلق ب المدرب. اما فيما يتعلق بالصفقات انا عندي وجهه نظر بدردش فيها معاكم، اتمنى انكم تسمعوها وتعالوا كده نحسبها واحده واحده بالراحه، مركز مركز، اسم اسم، ونشوف الاهلي رايح فين السنه الجايه، وباذن الله ان شاء الله السنه الجايه هي سنه المارد الاحمر.